يقول أرجو التنبيه على موضوع إثبات الصفات بأن يكون من غير تشبيه أو تمثيل. قطعا ولا أحد يقع في قلبه أصلا أن هناك تشبيها عندما نثبت لله السمع أو البصر أو الحياة أو الرؤية أو اليد أو الوجه أو القدرة أن شبهناه بخلقه. هذا ما أحد يقع في قلبه إلا إنسان فعلا يعني مريض في هذا الأمر. الإنسان يعرف أن الله غير الإنسان سبحانه وتعالى.